بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، فإن العرض تراد به ما يحتمل المدح والذم من الإنسان، والعرض وحفظه في الإسلام أحد الضروريات الخمس التي أجمع العلماء على وجود حفظها، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. هذه الضروريات الخمس هي أولا حفظ الدين والعقيدة، وذلك بإقامة الحد على المرتد عن دين الإسلام حماية للعقيدة من التلاعب، وثانيا حفظ النفس من الاعتداء عليها بالقتل أو قطع الطرف أو الجرح، ولذلك شرع الإسلام القصاص، النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، والجروح قصاص حفظا للنفس الإنسانية من الاعتداء عليها. والثالث، ضرورة الثالثة، حفظ العقل، حفظ العقل مما يخل به أو يشوش عليه، ولذلك شرع الإسلام حد المسكر حفظا للعقل، لأن الإنسان بدون عقل لا فائدة فيه، أقل من أحق من البهيمة. فإذا تعاطى الإنسان ما يخل بعقله قد شرع الإسلام حدا رادعا، أو الحد الجلد. وقبل ذلك الإسلام حذر من تعاطي المسكر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والضرورية الرابعة، الضرورية الرابعة، حفظ العرض، حفظ العرض هو موضوع حديثنا الآن. حفظ العرض، ولذلك شرع الإسلام أولا نهى عن الزنا وأسبابه، وأمر بحفظ الفروج، ثم شرع الحد على الزانية، كل ذلك من أجل حفظ العرض. والضرورية الخامسة حفظ المال، ولذلك شرع الإسلام حد السرقة. الإسلام نهى أولا عن الاعتداء على أموال الناس بغير حق، واغتصابها وظلمها وأخذها بغير حق: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. وفي النهاية شرع حدا لمن يعتدي على أموال الناس السرقة بقطع يده: السارق والسارقة قطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. موضوع حديثنا الآن هو ضرورة حفظ العرض. والعرض حرم الله سبحانه وتعالى الاعتداء عليه كما حرم الاعتداء على النفس. قال سبحانه وتعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. العرض ليس بالأمر الهين ولا يتساهل فيه،
لذلك قرنت حرمته مع حرمة النفس، حرمة الدم، حرمة المال كما سمعتم في هذا الحديث. بل إن العرض على الإنسان أغلى من المال، العرض أغلى على الإنسان من المال. ولهذا يقول الشاعر: أصون عرضي بمالي، أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال، أحتال للمال إن أودى فأجمعه، ولست للعرض إن أودى بمحتال. يعني إذا ذهب العرض لا يمكن استرجاعه، خلاف المال إذا ذهب يمكن استرجاعه، يمكن أن يأتي بدله. أحتال للمال إن أودى يعني إن هلك فأجمعه، ولست للعرض إن أودى يعني إن ضاع بمحتالي. لذلك أمر العرض في الإسلام أمر عظيم، ولذلك حرم الله الاعتداء على أعراض الناس بأي نوع من أنواع الاعتداء. حرم الله الكلام في أعراض المسلمين، فلا يرمى الإنسان بكفر ولا فسوق ولا عداوة لله بغير حق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر أو يا فاسق أو يا عدو الله فإن ذلك يرجع إليه، وإذا كان المقول فيه ليس أهلا لذلك فإن هذه الكلمات ترجع على قائلها ويتحملها قائلها ويحاسب عليها يوم القيامة. لا يجوز للمسلم أن يرمي مسلما بالكفر أو بالفسق أو بالعداوة لله ولرسوله، لأن هذه كلمات تجرح العرض، تجرح الدين. وتؤثر على الإنسان، لذلك نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإسلام حرم الاعتداء على العرض بالزنا وفعل الفاحشة لما في ذلك من الأضرار العظيمة على الأسرة، على الإنسان نفسه وعلى الأسرة وعلى المجتمع المسلم. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى آخر الآية. هذه الوقايات، لأن الوقاية قبل العلاج كما يقولون. ولهذا قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قوله تعالى ولا تقربوا الزنا هذا نهي عن فعل الأسباب التي توصل إلى الزنا، وهو أبلغ من قوله أو أبلغ من قول لا تزنوا، أبلغ من قول لا تزنوا. لا تقربوا الزنا هذا نهي عن الزنا وعن أسبابه الموصلة إليه. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بغض البصر، لأن إطلاق البصر يؤدي ولو على المدى البعيد إلى انتهاك الأعراض والوقوع الفاحشة. وأمر سبحانه وتعالى بحفظ الفرج، وذلك بالستر، بإضفاء الستر
على جسم الإنسان، لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته أمام الناس لأن ذلك وسيلة إلى الوقوع في الفاحشة. أمر الله باللباس، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، سوآت يعني العورات. من نعم الله أن أوجد هذا اللباس الذي يستر به الناس عوراتهم، لأنها لو كانت مكشوفة لأدى ذلك إلى الفساد. أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني يستره، هذا من نعم الله لما فيه من الصيانة والحفاظ على عرض الإنسان. لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته أو يكشف شيئا منها بمنظر من الناس، بل عليه أن يستتر ستر الله الذي أوجده ومن به علينا، وأمر النساء بحجاب، هذا من أسباب حفظ الفروج وصيانة الأعراض، الحجاب، حجاب المرأة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا وإن كان واردا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عام للأمة. فأمر سبحانه وتعالى المرأة بالاحتجاب عن الرجال لأن هذا فيه صيانة لعرضه، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له، لأن يكون هو وإياها في مكان خال من الناس، في غرفة أو في بر أو في بيت أو في سيارة ليس فيها إلا الرجل والمرأة التي ليست من محارمه، هذا حرام. لا بد يكون معهم من تزول به الخلوة. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمل، يعني قريب الزوج؟ قال الحمل موت، يعني أن خطره أشد لأن التحرز منه يصعب. وقال صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، لأن هذا من أسباب الفتنة وضياع الأعراض. فلا يتساهل في هذا. في عصرنا الحاضر حكم المدنية والرفاهية وخروج المرأة من البيت إما للدراسة أو للتعليم أو للوظيفة أو للأسواق، وقتنا الحاضر يجب التحرز من هذا الأمر، لا سيما بعض الناس يجعلون خدما أجانب وسائقين للسيارات من الأجانب، وأقصد بالأجانب غير المحارم سواء كانوا من خارج المملكة أو من داخل المملكة، الأجانب المراد بهم غير المحارم. وربما يتساهل بعض الناس فيترك المرأة مع السائق يذهب بها إلى المدرسة، إلى التعليم، إلى السوق، إلى وظيفتها، تركب معه وحدها، هذا حرام. هذا يدخل في الخلوة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سبب لضياع الأعراض ولو على المدى البعيد. لا يؤمن الرجل أو تؤمن المرأة يقال فلان ثقة والمرأة الفلانية ثقة وأصحاب دين، وإن كان كذلك فإن الشيطان يعمل عمله مع الرجل والمرأة ولو كان ما كان من الثقة والدين.
وكذلك حرم الإسلام سفر المرأة بدون محرم، لأن سفرها بدون محرم يعرضها للفتنة وضياع عرضها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم، ذلك من أجل صيانتها وحفظها ومنع الاعتداء عليها، لأن المرأة ضعيفة مهما كانت فهي ضعيفة، ووجود المحرم معها يصونها ويدفع عنها الأذى. كل هذا من أجل حماية الأعراض، وهذه الأمور كلها وقايات، وقايات من الوقوع في ضياع الأعراض. لكن إذا وقعت الجريمة، إذا وقعت الجريمة وحصل فعل الفاحشة، الإسلام وضع لذلك علاجا رادعا، أمر بإقامة الحد على الزاني والزانية، إقامة الحد على الزاني والزانية عقوبة لهما ردعا لغيرهم. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أمر بإقامة الحد على الزانية والزاني، وأمر بحضور إقامة الحد من أجل أن يرتدع الناس، فلا يقام الحد خفيا، وإنما يقام ظاهرا يراه الناس من أجل أن يرتدع من تسول له نفسه الوقوع في مثل هذا أو يتساهل فيه. هذا في حق البكر، الجلد في حق البكر الذي لم يسبق له أن تزوج، يجلد 100 جلد. البكر معناه الرجل أو المرأة اللذين لم يسبق لهما أن تزوج وحصل الوضع الشرعي لهما. أما من سبق له أن وطئ زوجته بنكاح صحيح ثم حصل منه زنا بعد ذلك، فإن حده الرجل بالحجارة حتى يموت، وهذا ثابت بالسنة المتواترة وثابت بالقرآن أيضا في الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها، وهي قوله تعالى: والشيخ والشيخة، يعني السيد، الشيخ المراد به السيد، والشيخ والشيخة إذا جنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم الزاني المحصن، قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الذكر بالذكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم. ورجم صلى الله عليه وسلم أناسا من الزناة في عهده صلى الله عليه وسلم، أمر برجمهم فرجموا بالحجارة حتى ماتوا تحت الحجارة. هذا كله من أجل صيانة الأعراض من الوقوع في الفاحشة، وصيانة المجتمع من الوقوع في الفاحشة، لأن الفاحشة فاحشة الزنا، كما قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. آثاره على الفرد وآثاره على الجماعة سيئة، يسبب خلط الأنساب ويسبب ضياع الأعراض وانتزاع الحياة
ويسبب الأمراض الفتاكة، وكذلك الجناية على العرض باللواط عن الذكور هذه جريمة كبرى، جريمة وفاحشة كبرى ذكرها الله في كتابه عن أمة من الأمم وهم قوم لوط، كانوا يتعاطون هذه الجريمة الشنيعة، ونهاهم نبي الله لوط عليه السلام عن هذه الجريمة. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ أتأتون الذكران من العالمين تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟ بل أنتم قوم عادون. فلما لم ينتهوا تعلمون العقوبة التي أوقعها الله عليه من كتاب الله، وذلك بأن الله خسف بهم الأرض وأتبعهم بالحجارة من سجيل. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، يعني بلدتهم، قلب الله بلدتهم عليهم بأن رفعها إلى السماء إلى أن بلغت مبلغا مرتفعا جدا، ثم إن الله قلبها عليهم وأتبعهم حجارة من سجيل. جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذه عقوبة لم تحصل في العالم إلا لهذه الأمة، لأن جريمتها لم تحصل في العالم إلا عند هذه الأمة. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم. وجاء الإسلام بقتل اللوطيين، جاء الإسلام بقتل اللوطيين الفاعل والمفعول به، كما جاء في الحديث تقتل الفاعل والمفعول به. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم كما يقول ابن القيم على قتل اللوطية، سواء كانوا أبكارا أو ثيبين. اللوطية ما فيها تفصيل في الزنا بين البكر والثيب، أما اللوطي فإنه يقتل على الصحيح مطلقا سواء كان بكرا أو ثيبا، وأجمع الصحابة على ذلك، لكنهم اختلفوا في كيفية تنفيذ القتل. بعضهم يرى أنهم يحرقون بالنار كما حرق خالد بن الوليد اللوطية بالنار بأمر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وبعض العلماء يرى أنهم يرفعون إلى أعلى بناء في البلد، يرفعون إلى أعلى بناء في البلد ثم يلقون منه من شاهق ويتبعون بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. وبعض العلماء يرى أنهم يقتلون بالسيف، يعني بعض الصحابة يرى أن اللوطية يقتلون بالسيف، وهذا هو المنفذ الآن، هذا القول هو المنفذ الآن أنهم يقتلون بالسيف. على كل حال اللوطية يقتلون، وهذا بإجماع الصحابة. كل هذا صيانة الأعراض، لأن الأعراض لها قيمة، لها قيمة، الأعراض أغلى من الأموال، وليس بعد النفس والعقل أغلى من العرض. إذا ضاع عرض الإنسان ماذا يبقى له؟ لا خير فيه، يصبح أحق من البهائم والكلاب. وكما أن الله حرم هذه الجريمة والوقوع فيها ووضع لها الأسباب الواقية من الوقوع فيها، كذلك حرم قذف المسلم بالجريمة، فلا يجوز أن يقذف المسلم أو المسلمة بالزنا، أو يقذف المسلم أو يقذف المسلم باللوطية فيقال له يا زاني أو يا زانية أو يا لوطي. هذه الكلمة حرام.
ومن قالها فلا بد إما أن يثبتها بأربعة شهود يشهدون على ما يقول، وإما أن يجلد 80 جلدة. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات يعني يطلبونهن بالزنا يقولون فلانة زانية. إذا قال هذه الكلمة قيل له تعالى: إما أن تثبت هذا الكلام بأربعة شهود وإما أن تجلد 80 جلدة وتسقط العدالة فلا تقبل شهادته. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات، والمراد بالمحصنات هنا العفيفات عن الزنا، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا. فالله جل وعلا في هذه الآية حكم عليهم بثلاثة أحكام: حكم الأول الجلد 80 جلدة، حكم الثاني أنهم لا تقبل شهادتهم، إذا شهدوا عند القاضي فلا يقبل شهادتهم أبدا لأنهم أصبحوا ليسوا عدولا، أصبحوا كذبة. والحكم الثالث أنهم فسقا، وأولئك هم الفاسقون، والمراد بالفاسق الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. كل هذا من أجل حفظ العرف. هذا في الدنيا، هذا الحكم على القاذف في الدنيا. أما في الآخرة فعليه الوعيد الشديد الذي ذكره الله بقوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين، الخبيثون للخبيثات، الطيبات للطيبين، الطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. هذا حكمهم في الآخرة إذا لم يتوبوا. أما إذا تابوا توبة صحيحة فإنه يسقط عنهم عذاب الآخرة، لكن لا يسقط عنهم الحد الذي في الدنيا. إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا إن الله غفور رحيم، يسقط عنهم عذاب الآخرة. أما الحد إنه لا يسقط بالتوبة لأنه حق لمخلوق فلا بد من استيفائه. هذا كله يدلنا على ماذا؟ يدلنا على عظم قيمة الأعراض في الإسلام. وكذلك مما يدلنا على حفظ الأعراض أن الله حرم السخرية للناس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لأن السخرية انتهاك لعرض الإنسان. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. مراد اللمز تعيير الإنسان، تعيير الإنسان يعير بعيب فيه من باب التنقيص، من باب التنقيص له، كأن يقال فلان بخيل، فلان كذاب، فلان فيه كذا وكذا من النقائص. هذا لمز لا يجوز. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يتنقص بعضكم بعضا. وقال أنفسكم لأن المسلمين كالنفس الواحد، مثل قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا. قال تعالى: فسلموا على أنفسكم، يعني يسلم بعضكم على بعض
لأن المسلمين كالنفس الواحدة ولا تلمزوا أنفسكم لا يتنقص بعضكم بعضا، لأن هذا فيه اعتداء على أعراض الناس. وكما لا ترضى أن أحدا يتناول عرضك لتنقص أو تعيير، كيف ترضى هذا لإخوانك المسلمين؟ كيف ترضى لإخوانك ما تكرهه لنفسك؟ هذا ليس من النصيحة. ولا تنابزوا بالألقاب أيضا، ما يجوز أن تتعير الناس بالألقاب التي يكرهونها، الألقاب التي يكرهونها. ولا تنابزوا بالألقاب، إذا كان إنسان له لقب مكروه أنت لا تعيره بذلك، ولكن تدعوه باسمه، تقول يا فلان أو يا أبا فلان تسميه، أو يا أم فلان أم فلان، أن هذا من إكرامه. إذا قلت يا فلان أو يا أبا فلان هذا بعد أحسن. أما أن تناديه بمعيارته ولقبه الذي يكرهه فهذا من النبذ من الألقاب. لأن تقول فلان يا أعور، تقول يا أعور، يا أحول، يا أعرج، يا كذا وكذا، تلتمس العيوب اللي فيه وتناديه، تقول يا أعرج، يا أعمى، يا أعور، ويكره ذلك، هذا لا يجوز. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق، سماه الله فسوق. تنابز بالألقاب سماه الله فسوقا، والفسوق المعصية، الفسوق معناه المعصية. تنابز بالألقاب معصية. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، أمر بالتوبة من ذلك، أمر بالتوبة من التنابز بالألقاب. ومن لم يتب فهو ظالم، أولئك هم الظالمون. ثم قال تعالى، نهى سبحانه عن الظن، نهى عن الظن السيء للمسلمين، لأن الأصل في المسلم العدالة، والأصل في المسلم الخير، فلا تسيء الظن بالمسلم ما لم يثبت لديك فيه شيء، فلا تظن بأخيك المسلم ظنا سيئا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الذين يظنون بالناس الظنون السيء، المسلمين الذين يظنون بإخوانهم المسلمين الظنون السيء، هذا حرام عليهم. وإذا عرف من أخيه عثرة أو زلة فليستر عليه، فليستر عليه مع نصيحته، من ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخرة، مع نصيحته وتخويفه بالله من الزلة أو من العثرة التي وقع فيها. لكن لا تأخذ هذا، لا تأخذ هذه العثرة أو هذه الزلة تأخذها لتنقيص هذا المسلم، أو تشهر به عند الناس، أو تنشر هذه العثرة أو الزلة التي وقع فيها عند الناس. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا علمت من أخيك زلة أو عثرة استرها عليه مع نصيحته، ولا تنشرها في الناس، لأن هذا محرم. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا، يعني لا تتبعوا عورات الناس، الناس اللي ساترنا الله عليهم لا تتبعوا عوراتهم، مش حصل من فلان وش قال فلان، تصبر بيته أو مكانه وهو منسكر، ما الله كلف بهذا،
هذا هو التجسس. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته أوشك أن يفضحه ولو في قعر بيته. إلا إذا كان هذا الإنسان مفسدا في الأرض ويتعدى شره على الناس، إنسان يبيع المسكرات أو إنسان يبيع المخدرات أو إنسان يقود على الزنا والفاحشة، فهذا يجب على المسؤولين، على رجال الحسبة وعلى المسلمين، يجب عليهم أن يتابعوه، أن يتابعوه من أجل أن يأخذوا على يده ومنعه من الفساد، لأن هذا مفسد. أما الإنسان المسلم الذي شره مقتصر على نفسه ولا يظهر للناس منه شيء فهذا ينصح، الواجب نصيحته مع ستره، فإن لم يترك المعصية فإنه يرفع بشأنه إلى ولاة الأمور لمعالجته، هذا هو الحل الصحيح. أما التجسس على الناس لا من أجل الإصلاح وإنما من أجل نشر المخازي ونشر الفاحشة الذين آمنوا وتشيع الفاحشة الذين آمنوا، هذا لا يجب، لأنه ضرر محض لا مصلحة فيه، بخلاف التجسس على المفسدين هذا مصلحته أرجح من مفسدته، لأنه لضبط الأمن وضبط أحوال المسلمين من العبث والفساد. هناك فرق بين هذا وهذا، ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا، من تعدي على الناس في أعراضهم الغيبة، والغيبة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما سئل عن الغيبة قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، يعني إنسان غائب ما هو بحاضر في المجلس وأنت تتحدث عن معائبه، تتحدث عن عيوبه وهو غائب، هذه هي الغيبة. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه، فأنت لا تسلم، أنت لا تسلم من الجريمة، إما أنك مغتاب وإما أنك كذاب. إذا ذكرت أحدا وهو غائب لما يكره من عيوبه في المجالس فأنت لا تخلو من أحد أمرين، إما مغتاب وإما كذاب. ونفر الله من ذلك من الغيبة بقوله: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ الذي يتكلم في عرض الغائب مثل الذي يأكل لحم الميت، تتقزز النفوس. لو قدم إليك جثة هذا الإنسان، لو قدمت إليك وقلت: كل منها، أمرت بأن تأكل منها، هل تطيق نفسك أن تأكل منها؟ لا تطيق نفسك أن تأكل من جيفة الإنسان، بينما أنت تغتابه في عرضه، وذلك مثل الذي يأكل لحمه، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه منه، فكيف تكره ترى أكل لحمه ميتا وأنت تغتابه وتأكل عرضه؟ إنهما عند الله سواء، الواجب على المسلم أن يتجنب الغيبة. كثير من مجالس الناس خصوصا ضعفاء الإيمان لا تعمر مجالسهم إلا بالغيبة للناس، تتبع نقائص الناس، فلان كذا وفلان كذا وفلان ظالم وفلان فاجر وفلان كذاب وفلان بخيل وفلان كذا وكذا، ما الداعي لهذا؟ هذا أكل لأعراض الناس. فليتق الله المسلم أن يتصف بهذه الصفة. كذلك من ما حرم الله
النميمة، لأن النميمة أيضا تناول لأعراض المسلمين. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، يعني النمام. من هو النمام؟ النمام هو الذي ينقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد والمشاية، يذهب إلى شخص ويقول له: فلان يقول فيك كذا وكذا، فلان يسبك، فلان يتكلم فيك، ثم يذهب للثاني ويقول: فلان يتكلم فيك، من أجل يفرق بين الاثنين ويوقع العداوة بين الناس. هذا هو النمام الذي يتكلم عند شخص عن آخر بأنه يتكلم فيه، ثم يذهب للآخر ويتكلم معه بأن فلان يقول فيه كذا وكذا، من أجل يزرع العداوة بين الناس. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. هذا وعيد شديد، قال لي مهنة النميمة هذا لا يدخل الجنة، هذا وعيد شديد. ومر صلى الله عليه وسلم فقال: إنهما ليعذبان. هذا مما أطلع الله رسوله عليه، وإلا عذاب القبر هذا من أمور الغيب، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يطلعه الله على ما يشاء من الغيب معجزة ومعجزاته صلى الله عليه وسلم. إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني في أمر يشق عليهما تركه، ما يعذبان في كبير، أما إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله أو لا يستنزه من بوله. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن النميمة سبب لعذاب القبر والعياذ بالله، وأن الميت يعذب بقدره النميمة التي قالها. وما رأيكم إذا كان طول عمره نمام، ماذا يكون عذابه في القبر إذا كان كل عمله وأكثر عمله النميمة، يسعى في النميمة في كل حياته؟ هذا يكون عذابه في القبر أشد والعياذ بالله. وقد قيل إن النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، النمام يفسد في الساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. السحر يفرق بين الناس، السحر عمل الشيطان يفرق بين الناس ويورث البغضاء، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا هو السحر يفرق. والنميمة أشد تفريق من السحر، يفسد الساحر في ساعة ما لا يفسده، يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة والعياذ بالله. فمفسدة النميمة صارت أشد من مفسدة السحر. وإن كان النمام لا يكفر والساحر يكفر، لكن الأثر الذي يحصل من النميمة أشد من الأثر الذي يحصل من السحر. الساحر يكفر لماذا؟ لأنه يتعامل مع الشيطان، الساحر يتعامل مع الشيطان ويخدم الشيطان بما يحب ويتقرب إليه بما يحب، حتى الشيطان يعلمه السحر، أن السحر من عمل الشياطين. أما النمام ما يتعامل مع الشيطان، لكن نفسه الخبيثة هي التي تحمله على النميمة، شهوة نفسانية فقط، لا يتعامل مع الشيطان. عقيدة سليمة، النمام عقيدة سليمة خلاف الساحر عقيدته فاسدة، لكن النمام مع كون عقيدته سليمة نفسه الأمارة بالسوء تشهيه للنميمة، وهذه الجريمة الفظيعة. لذلك صارت النميمة خطرها عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس، والعظه السحر، العظه السحر. أخبر صلى الله عليه وسلم أن النميمة نوع من السحر. لماذا؟ لأنها تفسد كما يفسد السحر، يفسد بين الناس كما يفسد السحر، فهي نوع منه، وإن لم تصل إلى حد الكفر،
هذه كلها نماذج مما جاء به الإسلام بحفظ الأعراض وصيانتها وعدم التعدي عليها. والواجب على المسلمين أن يحترموا أعراض إخوانهم المسلمين، فكما أنه يحرم عليك أن تقتل أخاك عدوانا، ويحرم عليك أن تأخذ ماله ظلما، يحرم عليك أن تنتهك عرضه وأن تنهك عرضه. الجميع جرائم متساوية، ربما يكون العرض كما ذكرنا أغلى على الناس من الأموال. كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لحفظ أعراضنا وأعراض إخواننا المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله، المتناصحين في الله، وأن يجنبنا وإياكم أذية المسلمين أو التعدي عليهم. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. احتملوا بهتانا يعني كذبا عظيما، البهتان أشد الكذب والعياذ بالله. احتملوا بهتانا كذبا عظيما وإثما عند الله وعقوبة من الله مبينة شديدة. الله لنا ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ونترك المجال للأسئلة. جزا الله فضيلة الشيخ صالح خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبة الجامعة والنافعة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد انتفعنا بها جميعا، وأن نتقي فيها أعراض المسلمين، وأن نتوقف عن النهش في أعراض الناس والكلام حولهم بحق وبغيره. هناك الكثير من الأسئلة، هي مجموعة كبيرة في الحقيقة جدا، لكن نحن سنحاول أولا إتاحة الفرصة للأسئلة التي تتعلق بنفس الموضوع الذي تكلم فيه فضيلة الشيخ حفظه الله. وأرجو يا أخوة ألا يتوقع الجميع أن يتمكن فضيلة الشيخ من الإجابة على كل الأسئلة، لأنها كثيرة جدا وتحتاج إلى وقت طويل. فنحن سنحاول يعني انتهاز الفرصة، والأسئلة التي لم نتمكن من الإجابة عليها في هذه الليلة فهناك محاضرات أخرى لفضيلة الشيخ في مدينة الطائف سوف يعلن عنها في وقتها إن شاء الله. فلعلنا في تلك المحاضرات نتمكن أن نعرضها على فضيلته لكي يجيب عليها. يقول هنا فضيلة الشيخ: هل ما يتعرض له المسلم الآن في بعض البلدان الإسلامية من إقصاء من وظيفته وحجز أمواله وإزعاج أهله ومضايقته في السجون يعتبر من الحفاظ، ويقصد يعني يعتبر من الاعتداء على العرض، وما حكم من يفعل في المسلم هذا الشيء، وماذا يفعل المسلم تجاه هذا الأمر؟ هذا فيه تفصيل. إن كان هذا الذي حصل عليه هذه الأمور المذكورة قد ارتكب ما يستوجب القبض عليه واحتجاز أمواله وسجنه، إذا كان ارتكب ما يوجب ذلك فإن هذا لا، هذا شيء لا بد منه لأجل ضبط الأمن والقضاء على المجرمين. إذا كان فعل من الجرائم والتعديات والإخلال بالأمن ما يوجب أن يقبض عليه وأن يسجن وأن يناقش وأن يعاقب فهذا أمر لا بد منه، ولولا هذا لا ساعت الفوضى في المجتمع. أما إذا كان إنه بريء، إذا كان هذا الإنسان بريء لم يحصل منه اعتداء ولا جريمة، هذا ظلم لا يجوز تعدي عليه لا بقبض عليه ولا بسجنه ولا بضبط أمواله، لأن هذا كله ظلم.
الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بغير ما يعني دون ذنب فعلوه قد احتملوا بهتانا واثما مبينا. دلت الايه بمفهومها على انه اذا كان هذا بسبب انه صدر منه ما يستوجب عقوبته هذا شيء لا بد منه، ولولا هذا لشاعت الفوضى واضطرب الامن. فهناك اذا كان هذا الذي حصل عليه بسبب منه هو وتعد منه هو هذا من العدل، فيجري عليه من جهة المسؤولين هذا من العدل، قامة العدل عليه. أما إذا كان لم يحصل منه شيء وهو بريء فهذا من الظلم الذي لا يجوز. تبارك الله. هناك بعض الأسئلة يعني تطرح واحد الذي يقول ما رأي فضيلتكم لمن يذكر أهل البدع ويثني عليهم، وما هو منهج السلف في معاملة أهل البدع ومن يثني عليهم؟ وآخر يقول البيان حال أهل البدع وبيان بدعهم في الكلام في أعرابهم، وما هو الضابط الشرعي لذلك؟ إذا ثبت على إنسان أنه مبتدع ثبت عليه أنه مبتدع فإنه يحذر الناس منه ومن بدعته ويبتعد عنه. كان السلف يحذرون من المبتدعة ومن مجالستهم ويحذرون من بدعهم، هذا من النصيحة للمسلمين، هذا من النصيحة للمسلمين أنهم يبين لهم هذا المبتدع أنه لا تجوز مجالسته ولا مخالطته، وأنه قال كذا وكذا وفعل كذا وكذا، شخص البدعة التي صدرت منه حتى يعرفه الناس على حقيقة ويتجنبوه. أما إذا لم يثبت أنه مبتدع إنما هذا من الاتهام فقط هذا لا يجوز، لا يجوز أن نصف إنسانا بأنه مبتدع إلا إذا ثبت هذا، ثبت أنه مبتدع. أما مجرد الاتهامات ومجرد الانتقامات التي تحصل من بعض المتخاصمين كل واحد يرمي الثاني لأنه مبتدع هذا لا يجوز، هذا من الإخلال في المجتمع المسلم والتفكيك المجتمع المسلم. فالأمر فيه تفصيل لا بد منه. نعم. لا يجوز الثناء على المبتدع، ثناء إذا ثبت أنه مبتدع فإنه يجب هجره والابتعاد عنه، وثانيا يجب تحذير الناس منه، وثالثا لا يجوز الثناء عليه، لأنك إذا أثنيت على المبتدع فإنك تروج بدعته بذلك وتستره أمام الناس ولا يدرون أنه مبتدع. ثناء عليه هذا ستر لبدعته وخديعة للمسلمين وغش للمسلمين، إذا أثنيت على مبتدع فقد غشيت المسلمين، لازم تبين هذا. لكن كما ذكرنا لازم من ثبوت أنه مبتدع، مجرد الاتهامات أو الأهوى التي تحصل بين الناس وكل منهم يرمي الآخر لا يجوز أننا ننفعل معه نندفع معه. يجب علينا العدل، يجب علينا أن نعدل ولا نتكلم إلا بشيء قد ثبت وتبين اتضح. نعم. الذي يثني عليه يشاركه. نعم. يسأل هذا السؤال وجهي، يقول الذي يثني على المبتدع، يقول إذا ثبت أنه مبتدع وأثنى عليه أحد فقد شاركه في بدعته ورضي بها، إلا إن كان ما يعلم أنه مبتدع يعلم، يقال تراه فلان ترى لم تثني عليه تراه مبتدع، إذا كان ما يدري وما لا ليس عليه أنه جاهل. لو أراد ذلك لقتله صاحب العبد، كيف يكون التحلل أو أن التوبة إلى الله أو أن التوبة إلى الله تجب من قبلها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. من حصل منه وقوع في الزنا فهذا بين أمرين، إما أن يثبت عليه الزنا عند الحاكم ويقام عليه الحد هذا يكفي، إذا أقيم عليه الحد هذا يكفي. أما إذا ما رفع أمره إلى الحاكم ولا تبين
فهذا الواجب أن يصبر نفسه وأن يتوب إلى الله، لا يجوز أن يفرح نفسه ويروح لزوج المرأة أو يقول للناس، لا يجوز، يصبر نفسه ويتوب إلى الله، والله يتوب على من تاب. نعم. يقول: ما هي نصيحتكم للشباب الذين يشغلون مجالسهم بذكر الحكام ومعايبهم والكلام في أعراضهم؟ هذا من الفتن، هذا من الفتن والشرور التي حصلت بين الناس، وليس في هذا مصلحة أبدا. الكلام في الحكام في المجالس أو على المنابر أو في المحاضرات هذا لا يأتي بخير، وإنما يزيد الشر شرا ويحدث الفتنة بين الناس. نعم، النصيحة لولاة الأمور واجبة، يجب أن ينصحوا عما يقع من الخطأ، ينصح لأن يتصل بهم من يريد نصيحته، يتصل بهم شخصيا ويشافههم في ذلك إن تمكن، يجب عليه ذلك، وإن لم يتمكن عليه أن يكتب لهم نصيحة سرية، نصيحة سرية يكتبها ويقدمها بما بينه وبينهم، تصل إليهم ويقرؤونها وتبرأ ذمة هذا الإنسان. وإذا لم يتمكن من الكتابة لهم فعليها أن يتصل بأهل العلم وخواص ذلك السلطان الذين يتصلون به، ويوصيهم له أو يحملهم له رسالة، يعني أحد ثلاثة أمور: إن كان يستطيع الاتصال بهم شخصيا يتصل، إن كان لا يستطيع الاتصال بهم يكتب لهم كتابة سرية لا ينشرها بين الناس أو يصورها ويوزعها على الناس، هذا من الفضيحة وليس من النصيحة، هذا مثل الكلام بهم في المجال. الأمر الثالث: إذا لم يستطع الاتصال بهم شخصيا ولا الكتابة لهم، اتصل بأهل العلم ويبين لهم هذا الشيء، وأهل العلم يتصلون بولاة الأمور ويناصرون، وتبرأ ذمة هذا المسلم الذي قام بأحد هذه الأمور، أبرأ لمنهم إن شاء الله ويؤجر على ذلك. أما التشهير بالمجالس أو بالخطاب أو في المحاضرات هذا لا يأتي بخير، وإنما يزيد الشر شرا ويسبب الفتنة والعداوة بين الناس. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هل إذا كان عند بعض العلماء أخطاء ليس بالعقيدة هل يجوز في أعراضهم ونتهمهم بالبدع والفسوق والكفر؟ الخطأ على قسمين: خطأ في العقيدة أو الخطأ في المسائل الفقهية. الخطأ الذي يقع من بعض العلماء إما أن يكون في العقيدة وإما أن يكون في المسائل الفقهية الاجتهادية. أما الخطأ في العقيدة فهذا لا يجوز السكوت عليه، لا بد من بيانه والرد عليه بعد مناصحة صاحبه الأمثل، ينصح لعله هو يتراجع، لعله هو يتراجع. يعني الدرجة الأولى مناصحته إذا أمثل، لعله هو يتراجع ولا يحتاج الأمر إلى أكثر من ذلك. فإن لم يمكن مثلا مراجعته مناصحته، إنه يبين الخطأ الذي صدر منه بقصد النصيحة للمسلمين لا بقصد النيل من هذا الشخص، إنما من قصد النصيحة للمسلمين، وأن لا يغتروا بهذا الخطأ. أما إذا كان الخطأ في مسائل الفقه التي هي مجال للاجتهاد والأخذ والرد، هذه أمرها سهل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الذي يخطئ في مسألة من مسائل الفقه لا يجوز لنا أن نهجم عليه وأن نتنقصه، لأنه مجتهد، هذا الذي أداه إليه اجتهاده. كثير من الأئمة قد يخطئون في بعض اجتهاداتهم، ولا ينقص ذلك من فضلهم ومكانتهم ومحبتهم في القلوب، لأنهم اجتهدوا وأخطأوا خطأ مغفور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وله أجر واحد. لكن مع هذا لا يأخذ بالخطأ، نترحم عليه ونثني عليه ونقول هذا مجتهد وهذا الذي بلغه اجتهاده، ونترحم عليه ونثني عليه، ولكن لا نأخذ بالخطأ، نأخذ بالصواب في مسائل الفقه وهو ما قام عليه الدليل، دون تنقص للعلماء أو طعن فيهم
أو تناول لمقامهم في المجالس لا يجوز، لأن لو فعلنا هذا لما سلم أحد من علماء الإسلام. نقول له خطأ. مالك بن أنس رحمه الله، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، يقول كلنا راجل ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان محل الخطأ، لكن في مسائل الفقه الأمر فيها ولله الحمد ميسر، والدليل واضح، نأخذ بما تبين لنا أنه موافق للدليل، وما خالف الدليل نتركه، لكن مع احترام صاحبه والاعتذار له بما حصل منه لأنه يعني عن اجتهاد. نعم. سابق الله. هذا السؤال يعني أجاب فضيلته عليه السؤال السابق، يقول هناك بعض الناس أنا الله وإياهم ليس لهم هم إلا التكلم في العلماء وضرب كلام بعضهم في بعض. هذا حصل عليه الجواب في السابق وفي جوابنا الأخير هذا. نعم. يقول هل يجوز أن نقول لمن هو على المعاصي وترك الصلاة يا فاسق أو يا كافر أو يا عدو الله، وماذا يجب علي إذا نصحته ولم ينتصح؟ لا تقول يا فاسق ولا يا عدو الله، لأن يعني هذا يزيد الشر، هذا يزيد الشر، ولكن عليك النصيحة برفق وشفقة وحكمة، فإن حصل منه يعني تأخر في القبول عليك بالموعظة، تعظه خوفه بالله، فإن صار عنده جدال يريد يصوب نفسه إنك تجادله بالتي هي هذه الخطوات التي أرشد إليها ربنا سبحانه وتعالى بقوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما قول يا فاسق يا كافر يا عدو الله هذا لا يجوز، لأنه يزيد الشر ويحمل هذا المخطئ على الإصرار على ما هو عليه. نعم. بارك الله. يقول أنا إنسان ملتزم وأكره نزول الأسواق مع زوجتي، فأذهب بها إلى أمها وتنزل السوق معها في لباس ذو حشمة والثقة فيهما كبيرة، ويعدن في تكفي إلى البيت، فهل علي في ذلك شيء؟ لأنني ذكرت سابقا نزول السوق يعرضني إلى النظر إلى النساء، أجبني أثابك الله. أحسن تنزل بامرأتك وتقف في مكان معين، ومن أجل أنها تأتي إليك تحملها في سيارتك أنت، ولكن ما ذكرته من أنها تذهب مع أمها وهي محتشمة ومستكرة، ولا تخلو مع صاحب التاكسي، وإنما تأتي مع جماعة من النساء، هذا أسهل، ولكن مع هذا عليك بالحذر، لأن ربما في الأول تذهب مع أمها ثم قد تتساهل تذهب وحدها، تركب مع التاكسي وحدها، أمها ما هي دائما تارك معها، قد تتساهل أو يحصل موانع، فأنت المسؤول عنها. الرجال قوامون على النساء، الواجب أن تروح معها وتحافظ عليها. نعم. وتغض بصرك عن النساء، ولا تقف في مكان يعرضك للنظر، تقف في مكان بعيد عن الفتنة. نعم. بارك الله. يقول عقد أبي على امرأة ثم طلقها، فهل تحرم علي علما بأنه طلقها قبل الدخول بها؟ وإن كان الجواب بنعم، فهل يحرم علي وعلى أولادي بناتها؟ إذا عقد أبوك على امرأة حرمت عليك ولو طلقها قبل الدخول، وتحرم أيضا تحرم عليك ولو طلقها قبل الدخول، بقوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، والمراد بالنكاح هنا العقد، مجرد العقد، بمجرد العقد تحرم عليه ولو طلقها قبل الدخول. أما بناتها من غير أبيك فلا بأس أن تتزوج منهن، بناتها من غير أبيك لا بأس أن تتزوج منهن، لأنهن أجنبيات منك. نعم. سبحانك الله. يقول فضيلة الشيخ صالح حفظه الله وسلم، السلام عليكم ورحمة الله، أشهد الله على حبكم في الله. ثانيا، لدي أسئلة أرجو من فضيلتكم الإجابة عليها. سؤال: هل أكل الطير أو الأرانب أو كل ما يخدم بالسيارة جائز
سواء مات أم لم يمت، وهل يتم ذبح الطير بخلع رأسه باليد بدون سكين كما يفعل؟ نعم، الطير أو الأرانب أو الأغنام أو الإبل إذا صدمتها السيارة وماتت بالصدمة لا تحل، إذا ماتت بالصدمة لا تحل. أما إن أدركت بعد الصدمة وفيها حياة ثم ذكيت الجثث الشرعية لا بأس أن تحل. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقولة والمتربية والنطيحة ما في السبع إلا ما ذكيتم، يعني ما أدركتموه من هذه الأشياء وهو حي وذبحتموه فهو حلال، أما ما مات بسبب الصدمة فإنه حرام. ذبح الطير كذبح غيره لا بد يكون في آلة حادة تقطع المري والحلقوم، تقطع المري والحلقوم آلة حادة غير السن وغير الظهر، سكين أو سكين أو حديدة أو حجر له حد يقطع، يعني بشيء حاد يقطع، يقطع المري ويقطع الحلقوم ويقطع الأوداج، المري هذا مجرى الطعام والحلقوم هذا مجرى النفس والأوداج هذه مجرى الدم، لا بد من قطعها بالزكاة، لا بد من قطعها بالزكاة. أما خلع رأس الطير باليد هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ولا تحل به، أنه ليس قطعا، هذا ليس قطعا وهذا لا تحصل به الزكاة الشرعية. وأيضا هذا من التعذيب الطير، قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فلا يجوز تعذيب الطير أو الحيوان عند ذكاة، يحسن في ذكاته ويذكى ذكاة مريحة، ذكاة شرعية. نعم، بارك الله. يقول: موظفي الصحة يصرفون رواتبهم من البنك الأهلي التجاري بواسطة الشيكات، فهل في ذلك شيء؟ والبعض يذهب لصرف الشيك من شركة الراجحي مقابل 10 ريال تأخذها الشركة بدون رضا صاحب الحق، هل هذا جائز؟ إذا حولت براتبك أو بحق لك على البنك فلا بأس، لأن هذا حق لك وراتب لك أنت مستحقه، فاذهب وتأخذه من البنك. هذا سبيل الذي لا يجوز أن تتركه في البنك يستثمره لك استثمارا ربويا، إذا تركته في البنك من أجل أن يستثمره بالربا هذا لا يجوز. أما إذا ذهبت وقبضته أو أودعت عند البنك للحفظ لا للاستثمار فلا بأس بذلك. نعم، لا يجوز أنهم يأخذون 10 ريالات من حق صاحب الراتب، ولكن عليهم أن يسألهم ايش السبب في هذا، ربما يقول هذا سبب الخدمات اللي نقدم، عد الفلوس وجيبه من مكان بعيد، إذا كان هذا مقابل خدمات لا بأس، إذا كان مقابل خدمات وعمل لا بأس، ما هو خادمين مجانا. إيه، ما يخالف، أنا ما يخالف، إذا كان مقابل خدمات وعمل ما في شيء، لكن ما يأخذ فوائد ربوية، ما يأخذ فوائد ربوية، يتركه البنك مدة يومين ثلاثة ما في بس، لكن ما يأخذ عليه فوائد ربوية، يأخذ راتبه فقط. هنا يقول: نلاحظ أن بعض السؤال نلاحظ أن بعض السيارات والإعلانات مثل كتابة لا للمخدرات بعد بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك الإعلانات، فربما يراها شخص يعتقد أن هذه الآية، فما حكم ذلك؟ نرجو الإيضاح. يجب أن يزال الإيهام، يزال الإيهام في الملصقات، فلا تخلط الآيات مع الكلام البشري، مع أن كتابة الآيات على السيارات أو على الجدران أو على الأخشاب وغير ذلك هذا يعرضه للإهانة، يجب أن القرآن يصان عن هذا ولا يكتب على الملصقات،
لا يكتب القرآن على المستقر، يكتب التحذير، احذروا المخدرات، المخدرات ضارة بالعقل والدين، هذا يعني تكتب التحذيرات ولا تكتب الآيات، أن هذا يعرضها للإهانة. نعم. سبحانك الله. ذكر هنا يقول، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج ولم يزرني فقد جفاني، فما حكم من حج ولم يزور قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وممكن في أي وقت يزور المدينة للحج؟ هذا الحديث غير صحيح، من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الأئمة الحفاظ في شيخ الإسلام بن تيمية وبن حجر والذهبي وغيرهم وابن القيم، كل الأحاديث الواردة في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ليس لها أثر، وإنما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كزيارة غيره من القبور. قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. هذا يشمل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وأما الحج فلا علاقة له بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل زيارة المسجد النبوي هذه سنة مستقلة لا علاقة لها بالحج، لا علاقة لها بالحج، هي مستحبة. زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه مستحبة، ويستحب السفر إليه والصلاة فيه، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. استحب السفر لزيارة هذه المساجد الثلاثة من أجل الصلاة فيها، لأنها مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة في مسوى، وصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عن 1,000 صلاة في مسوى، صلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة في مسوى، لأنها مساجد الأنبياء. فالمسجد الحرام هذا مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مسجد النبوي في المدينة هذا مسجد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، مسجد الأقصى هذا مسجد نبي الله يعقوب، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، مساجد الأنبياء تزار يسافر إليها. أما القبور فلا يسافر إليها، لكن تزار بدون سفر، إن كان في البلد في المدينة أو في غيرها يزور القبور، يسلم عليهم، يدعو لهم، لا من أجل التبرك بالقبور أو دعاء القبور أو الاستغاثة بالقبور كما يفعل الجهال أو المخرفون، لا يجوز، هذا شرك بالله عز وجل. إنما زيارة القبور لأمرين: الأمر الأول الاستعاض، تذكر الآخرة، والأمر الثاني نفع الأموات بالدعاء لهم والاستغفار لهم، ترحم عليهم والسلام عليهم. نعم. سبحانك الله. يقول: هل يعتبر ما يدور في النفس في الكراهية والبغض لأخي المسلم وذكره بشر في النفس من الغيبة؟ لا يعتبر من الغيبة، لكن يعتبر من سوء الظن، هذا يعتبر من سوء الظن بأخيك المسلم، فلا تسيء الظن بأخيك المسلم، واحمله على الخير وعلى المحبة، إلا إذا تبين منه شيء فعليك أن تناصحه وأن تعظه وتذكره بالله عز وجل. نعم.